جاي أطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة هالحقيقة تكون. بشير اللي كان نحن قدسو هذا الشرف وشياطينه، نحن صليبه وحربته، نحن نوره وناره، قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا، وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا. بالساحات نحكيها بغنية عن بشير اللي كان صوته ملوى الزمان، تعصف معه الكرامة حرية الإنسان. وعد يا لبنان يا لبنان يا لبنان. بالنسبة للسوري بيقدر المقدم ابراهيم يقعد مطرح ما بده، يمكن بيقدر يفوت على جوني، يمكن بيقدر يفوت على بكفير، يمكن بيقدر يفوت مطرح ما بده. اكيد فشل بس عم قول يمكن. انا ترشيحي منه منورة، نمشي بالساحات نحكيها بغنية عن بشير اللي كان صوته ملوى الزمان، تعصف معه الكرامة حرية الإنسان. وعد يا لبنان يا لبنان يا لبنان. افتدوا لبنان محامل الوعد لا مجد لبنان، يا أبطال الغابوا اللي افتدوا لبنان محامل الوعد. الحاكم بحاجة لمين يقول له الحقيقة، ويمكن من 43 لليوم إذا وصلنا لهون، لأنه بمجرد ما واحد وصل لفوق صاروا كل الناس أمرك يا بيك، وبيبوسوا له إيده وقد ما بيقدروا يفنصوا عليه بيفنصوا عليه. لا يقدروا. وعد يا لبنان نحمل الخبرية ونمشي بالساحات نحكيها بغنية عن بشير اللي كان صوته ملوى الزمان، تعصف معه الكرامة حرية الإنسان. وعد يا لبنان يا لبنان.